لكن بما ان الاهلي مشارك في هذه البطوله الهامه جدا، بطوله كاس العالم للانديه، واللي جمهور النادي الاهلي مفتقدها بعد ما كان شارك فيها 5 مرات قبل كده، المره دي المره السادسه باذن الله ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. فبالتالي احنا عايزين نطمن على كل الامور اللي بتتعلق باستضافه النادي الاهلي هناك، واللي بتتعلق كمان بتنظيم هذه البطوله في قطر باذن الله تعالى. عشان كده في فقره ترند اونلاين خليني سريعا اروح عبر سكايب من قطر للاستاذ صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي الكبير، ونتكلم معاه في كل الامور اللي بتتعلق ببطوله كاس العالم للانديه. يا استاذ صفوت اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك صديقي العزيز امير هشام، سعيد بوجودي مع حضرتك وعلى شاشه النادي الاهلي والنادي القرن، ويعني ان شاء الله يشرفنا موجود باذن الله في الدوحه الاسبوع اللي جاي ويشارك في الحدث الكبير دوت. يعني ان شاء الله احنا متشرفين بيك ومنورنا طبعا، وعايز اتكلم معاك بخصوص اخر الاستعدادات الخاصه اولا باستقبال النادي الاهلي باذن الله مع نهايه هذا الشهر وبالبطوله كمان بشكل عام. في البدايه بس خليني ابدا معاك باخر التطورات هنا في الدوحه. اليوم كان في مؤتمر صحفي للجنه المحليه المنظمه للبطوله للكشف عن التفاصيل الخاصه بالتنظيم. ابرز ما جاء في المؤتمر اليوم اللي هو المؤتمر خلص من ساعات قليله، يعني ان هو تم التاكيد فيه على ان البطوله ستقام بنظام الفقاعه الطبيه، واللي هو قطر استضافت بالعديد من الاحداث الرياضيه في الفتره الاخيره في ظل حدوث جائحه كورونا طبعا. وكان ابرز الحاجات اللي قطر استضافتها كان دور ابطال اسيا النسخه الماضيه، وحتى هو نفس الطريقه بتقام بها كاس العالم لكره اليد في مصر حاليا، وان شاء الله دايما يعني مصر تنظم اهم الاحداث الرياضيه. نيجي بقى على كاس العالم للانديه، طبعا النظام الفقاعه الطبيه دوت هيكون في تحركات الانديه مقتصره على الذهاب للملاعب المباريات او ملاعب التدريب فقط لا غير، لن يسمح بدخول اي احد للفندق مهما كان، او يعني اقتحام اللي هو هتبقى عباره عن دايره كده معينه الفرق كلها موجوده فيها. ممنوع يعني اقتحام الدايره ديت، ودي تعليمات مشدده او اجراءات هتكون مشدده ما فيهاش اي هزار خالص يعني. طبعا يعني ولعل بس يعني اذكر حته بسيطه كده، جمهور الاهلي طبعا من ساعه ما عرف ان الاهلي ان شاء الله يتاهل لكاس العالم وجاي قطر، كل الجمهور بيتكلم عن نجمنا الكبير محمد ابو تريكه ان هو يكون موجود مع البعثه. طبعا خليني اقول لك ان هو ده هيكون شيء صعب شويه الى حد ما، ولعل يعني مثال شهير حدث هنا برضو في الدوحه في كاس في دوري ابطال اسيا، شافي مدرب نادي السد موجود هنا طبعا، وكان موجود انيستا لاعب نادي فيصل كوبيل الياباني. حتى هما الاثنين صرحوا قال ان هما ما يعرفوش يقابلوا بعض بسبب الاجراءات دي، فلعل وعسى ابو تريكه يشوف البعثه خلال وجودها في الملعب لو هو موجود ان شاء الله للاستوديو التحليلي في المباراه ان شاء الله. هنيجي بقى للتدابير الوقائيه بقى اللي قطر مجهزاها طبعا بالتواصل مع الفيفا. يعني هيكون في مجرد الوصول الانديه لمطار حمد الدولي هيتم خضوعهم لفحص كورونا، وبعد كده يتم التوجه الى الفندق، وجميع الملاعب والفنادق معقمه بالكامل. حتى بعد كده برضه يعني المؤتمر برضه اليوم تم فيه الاشاره الى ان بكره ان شاء الله المرحله الثانيه لبيع التذاكر هتكون عبر موقع الفيفا والاتحاد القطري لكره القدم، وكما تم التاكيد مسبقا ان هتكون نسبه الحضور الجماهيري 30%. وبالمناسبه دي يعني بمناسبه التذاكر بمناسبه التذاكر انا عايز اتكلم على الاقبال على تذاكر ماتش الاهلي والدحيل ان شاء الله يوم 4 فبراير. هل في اقبال كبير جدا على التذاكر؟ وبالتحديد عايز اتكلم فيما يتعلق بالجاليه المصريه او حتى كمان جمهور النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا في فيديو كنا عارضينه دلوقتي لعدد من جماهير النادي الاهلي في قطر وهم يعني بيستعدوا للتشجيع ان شاء الله باذن الله في مباراه الدحيل، وان شاء الله باذن الله كمان مباراه باير. بالنسبه للاقبال، الاقبال مش عايز اقول لك ان هو اقبال جماهيري كبير جدا، حتى لو كان الاجواء طبيعيه ما فيش كورونا. ملعب المدينه التعليميه اللي هو المقرر ان شاء الله يستضيف المباراه بيسع 45,000 متفرج. لو ما كانش في كورونا كنت هتلاقي اقبال كبير جدا على ال 45,000 مقعد، ما بالك ان 30% من الملعب يعني حوالي 14,000 متفرج تقريبا يحق لهم الحضور. عليه الرقم ده عليه اقبال كبير جدا، خاصه طبعا ان المنافس بتاع النادي الاهلي في المباراه فريق الدحيل مستضيف البطوله، فاصبح ان يعني التذاكر رغم ان هي
سعرها بيبدا من 10 ريال قطري، وده مبلغ زهيد جدا في حدث كبير زي دوت. لكن هيكون في طبعا يعني ضغط كبير، وهي طبعا عمليه البيع بتتم اونلاين عبر موقع الفيفا والاتحاد القطري لكره القدم. وان شاء الله بكره المرحله الثانيه اللي هي مرحله الجد من البيع، لان المرحله الاولى كان نسبه 10% فقط او اقل كمان اللي تم الطرح لها، ومش عايز اقول لك ان هي مسافه اقل من دقائق كانت اتنفذت تماما يعني. وطبعا بالنسبه اللي حضرتك اتكلمت عن الرابطه والاستعداد ليها، جمهور الاهلي مش عايز اقول مش عايز اقول لك ان الرابطه يعني من وقت ما تم الاعلان ان النادي الاهلي هيكون موجود في الدوحه وهيلعب كاس عالم للانديه من بعد هدف قفشه يعني. الرابطه برئاسه المستشار حسام ابو العيله بتقوم بترتيبات كبيره جدا جدا. مش عايز اقول لك ان هم مجهزين استقبال جماهيري كبير جدا جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه لنادي الاهلي بمجرد وصوله. لكن بس يتبقى الحصول على الموافقات الامنيه والصحيه. طبعا زي ما انت حضرتك عارف ان في ظل ازمه كورونا فكره التجمعات والحاجات دي لازم يكون ليها موافقات واجراءات معينه. لكن الرابطه هتكون موجوده ان شاء الله في استقبال بعثه النادي الاهلي، او على اقل الامور خلال مرور اتوبيس النادي الاهلي من المسافه اللي هي من مطار حمد الدولي الى فندق اقامه، اللي هو لحد الان بمناسبه برضه لم يتحدد او اي فندق، لسه الفيفا ما خدش القرار. لكن طبعا معلومه برضو لحضرتك ان شاء الله النادي الاهلي هيكون اول الواصلين للعاصمه القطريه الدوحه ان شاء الله يوم 29 شهر باذن الله. وهيبدا مبكرا الاستعداد لمباراه الدحيل اللي هي ان شاء الله مباراه بين شقيقين ومباراه عربيه في حدث عالمي كبير. وقبل اي شيء نتمنى ان شاء الله المباراه تطلع بشكل فني يليق بالفريقين الكبار الاهلي والدحيل يعني ان شاء الله باذن الله. طب انا عايز اسالك على ال 30% اللي هيحضروا من ساعه الاستاد في مباراه الاهلي والدحيل، هل مقسمين او التذاكر بتاعتهم مقسمه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الدحيل، ولا ممكن نلاقي عدد جمهور الاهلي مثلا اكتر بما ان الجاليه هناك كبيره؟ طبعا هو في البدايه الحجز التذاكر مش مفيش نسبه معينه، هو اللي بيلحق اسبقيه الحجز يعني زي ما بنقول كده، اللي بيلحق التذاكر بياخدها. يعني مفيش عدد معين مخصص لجمهور الاهلي وعدد معين مخصص لجمهور الدحيل؟ لا لا، باسبقيه الحجز. كويس تمام. زي برضو ما انا بحكم يعني ومتابعتي للامور يعني ان 30% زي ما قلت لحضرتك هتبقى حوالي 14000 متفرج. توقعي الشخصي ان شاء الله على الاقل 10000 منهم هيكونوا بيشجعوا النادي الاهلي باذن الله يعني في المباراة دهيت، لأن الجمهور الأهلي يعني عليه يعني حاطط أمل كبير إن هو يكون موجود المباراة المهمة ديت تحديدا في ضربة البداية للبطولة. طبعا لأن جمهور الأهلي متحفز ومستني إن هو يكون ليه دور كبير في البطولة ديت، طبعا لأن هم طبعا عارفين إن الأهلي في خلال الفترة اللي فاتت ما بيتمتعش بجمهوره الا في احداث نادره جدا زي ما شفناها مثلا في بعض المباريات بسبب الظروف الحاليه. طب انا سريعا يا استاذ صفوت، سريعا جدا عايز اسالك على فريق الدحيل نفسه ونتائجه في المباريات الاخيره وموقفه ايه وجاهزيته الفنيه لمباراه الاهلي، الوضع بالنسبه لهم ايه؟ فريق الدحيل حاليا بيحتل المركز الثاني في الدوري القطري. لعب 15 مباراه خسر منهم 5 مباريات. هو يعني ورغم ان فريق الدحيل اللي اتاسس سنه 2009 هو فريق زي ما بنقول كده ولد ليكون بطل، هو يعني في حوالي 12 سنه اللي فاتت شبه مسيطر على الالقاب المحليه ومنافس قوي جدا، اصبح في فتره وجيزه قطب ثاني للكره القطريه مع نادي السد الشهير طبعا اللي فاز دوري ابطال اسيا اكثر من مره. لكن هو يعني بشكل مبسط ان هو الموسم ده من وجهه نظري ومتابعتي في الدوري القطري سنوات طويله ان الموسم الحالي أسوأ موسم للدحيل في الفتره في السنين اللي فاتت يعني. البدايه بتاعته في الدوري القطري كانت سيئه جدا. هو حاليا بيقود المدرب ثور الناموشي، هو مدرب من اصل تونسي ومعاه الجنسيه الفرنسيه، هو مدرب له تجربه قبل كده في الدوري القطري مع نادي الجيش. الفريق يضم لعيبه يعني مميزه جدا على الصعيد الهجومي نبدا بيه طبعا اللي هو يعني المباراه هتكون صعبه في كل الاحوال وبكل المقاييس يعني ما بين الفرقتين بلا شك. المباراة عشان حدث كبير هتبقى صعبة، انت بتنافس فريق كبير، فريق مستضيف بطولة، حتى هو فريق الدحيل
عليه عتق، عليه على حمله عتق كبير. طبعا هو منظم يعني مستضيف الدوله اكيد المنظمه، اكيد هيكون عليه ضغوط كبيره، واكيد الاهلي كمان عنده طموح واحلام كبيره جدا في هذه البطوله. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته الاولى مع الدحيل. يا استاذ صفوت انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وتشرفنا بيك، كان معانا طبعا على من خلال سكايب من قطر الاستاذ صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير جدا تتعلق باستقبال النادي الاهلي باذن الله مع نهايه هذا الشهر في قطر، واستعدادا لمونديال الأندية.